مساء الخير. عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابك. امال انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حسر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقبطان البلد. استهانم عليك ما صحش. انا شاب محترم وابن ناس. ثم ان الموضوع ما فيه. ما فيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي ده؟ كل الشباب المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير. ولاد الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير. ثم ان مساله فوق سرير تحت سرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام. الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقبطان المركب. فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش. وديني بقول لك انطق. لا ما انا كمان ليا شخصيتي وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح انطق ولا ما انطقش. في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه. قلت لك بره. لوحدك على سريرين ده افترى. الله العظيم افترى. وفي ايه لبارزه؟ عادل العشاء. والله جه في وقته. الجماعه بتوع المركب دول ما بيزدوش حاجه ابدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. انت تاني؟ ايه انت تاني دي؟ بلاش اتعشى انا ولا ايه؟ تأمر بيه يا سعادة البيه؟ هو مش المهم أمر بيه، المهم انتوا حاجاتكم كويسة ولا أي كلام يعني؟ لا يا فندم، بإذن الله هكون مبسوط. تسمح بالتذكرة؟ تذكرة إيه؟ احنا في أتوبيس؟ هو أنت جرسون ولا كومساري؟ سعادتك فهمني غلط. هكون فاكرني إن أنا راكب سفلقة. الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمة إزاي. حقيقي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ليه اكل فين؟ هنديها تساؤل على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجة أولى وبس، أنت مالكش أكل على المركب هنا، اتفضل، ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل. رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا أستاذ. طيب، حاضر. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز اي خدمه، اي خدمه على المركب انا تحت امرك حقيقي يعني. كم اي سندوتش؟ اي اتفضل يا استاذ. اتفضل اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجه الاولى. حط شوية ملح هنا.
يا بني آدم. الله، رعتني حاجة في عفاريت هنا. شو بقى حركات العيال دي؟ أنا ما أحبهاش. قصدك إيه؟ قصدي كل واحد طبع ملاقوش يا بني آدم. أنت اتجننت؟ اتجننت ولا كرشك اللي اتجن؟ عيب والنبي، عايزين عيش يا عم الريس. عيش تشكر أخويا، ربنا يخليك. يا جدع مد ايدك ما تتكسفش، احنا جدعان قوي. انت صدقت؟ تعبوا ايه؟ تعبوا ايه؟ صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. سر وبطان وطاقم الظاهرة أن يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدأ المسابقة. المسابقة يا جماعة بين أربع ركاب. ها، مين يحب يشترك معنا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اوكي، اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه. ماشي. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. ايوه اتفضل حضرتك. اتفضل استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك، اتفضل. اتفضلي حضرتك. بس كفايه كده قوي قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من السادة المشتركين هياخد بالونة ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونة، واللي بالونته هتفرقع الأول هياخد جايزة المسابقة. بسرعة لو سمحتوا، بسرعة. أيوة. ها 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 يا جماعة، إيه جاهزين؟ كله تمام؟ هنبدأ. يلا تلاتة اتنين واحد زيرو. كفايه كده والف مبروك يا سيدي. هنا اقدم لكم الفايز الاول. اسمح لي دلوقتي اقدم لك الجائزه الاولى. بالونه بدل اللي اتفقنا. والآن نترككم مع أنغام الموسيقى.
كنت كويس انا مش كده؟ ها؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ، هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبيات؟ اكتر ده انا مفرقع بالونه بحالها والواحد. ايوه كده فكيها، احبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني. فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخد بال حضرتك؟ فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخد بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي دي الكابينه، ولسه هحط دماغي وهتقلط في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير؟ ما انا ما لقيتش حته تانية استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تسلك في الحديد، امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي اول مره تسافر على مركب؟ لا انا سافرت قصدي مرتين وانا طالب، ودلوقتي بقى خدت البكالوريوس وخارج اجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهوله؟ والله بقى بسهوله بصعوبه ما تفرقش معايا، المهم ان انا مصمم على النجاح. ثقتك في نفسك كبيره. يعني انت مش زعلانه مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو اصل لو ما كانش يهمني اعرف ما كنتش اتنازل عليك عشان اكلمك واشرح لي كل حاجه. المره دي جت سليمه، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقوله؟ كل شويه اقعد انط لك بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك اروح ارتاح شويه لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامه يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمده يومين، لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. متشكر قوي حقيقي، متشكر قوي. والله ظريفة أوي الست دي. اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليله نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده لا سنه على الخمره بتاعنا مخصوص، والله ولا مخصوص ولا حاجه. يا اخينا البوليس جه وصحاك وعايزك، انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كويسي هاتسي اوشي ملاي هتلبي. باركالو تفضل. خريستو بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو، شاكرين قوي يا جدعان. خريستو بارابولي يا خرج. اي اي زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك الحق هي بايخه، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي يا تدفع التعويض لصاحب المطعم يا تتحبس. انا مش قادره افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب وانطاجي، تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني قلت اتكل على الله واخش اتعشى،
بعد ما تعشيت بيدينا فاتوره تقطم الوسط ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته ده هم يا دوب نيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمه تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيده جدا لو مشفتكش تاني. لا ما هو انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزه يا اخي. اما ايه يا قوي الست دي؟ يعني عاجبك كده؟ ملابس طول الليل وكمان مفيش بقسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه، تشتري الحديده؟ انا برضو كنت في مصر وجدع. انا سفلك شغل. بتتكلم جد؟ دينر از ريدي سير. طيب تعالى بقى بحاجة. بكشيش سمثينج. حتى الخواجات بقوا كحيتة. نعلق أبوك ولا تكلب. دينر العشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط، بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعه دينر مش عايز انت دينر. عشاء العشاء. اوكي اوكي. يا عيني يا عيني. لا لا عيب، لا بجد العيب. لا يعني نظام تمام. عشا ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشا 100 مره. ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشا؟ مش معقول، بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزل دي واقعد اتلكح شويه اتنحنح علشان يدوني البقشيش ومحدش بيعبرني، فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها. فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمه تانيه يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكره؟ ان شاء الله. في الحقيقه انا عمري ما هنسى طيبه قلبك وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحاك. متشكر يا فندم. في الحقيقه يعني انا متشكر ان جيت للصراحه، يعني متشكر قوي. استاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر، انا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم اهو. على كل حال لو احتجت لاي حاجه من هنا لبكره انا تحت امرك. يا فندم انا متشكر قوي، وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا متشكر حقيقي يعني.
هلو مدام، هلو. يا سلام، أول مرة حد يحترمني في اللوكان ده بالطريقة دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبة صحيح. هلو. دو كيل بي فوزيت؟ يعني دو كيل دو كيل بي فوزيت دو كيل موليفر. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ جي أي أم إيجيبشن. جو سي يو عمر شريف. نو أي أم عمر الجزاوي. كيزمي كيزمي. نو كيزمي. كم نو كيزمي. مدام كيزمي. مدام كيزمي. لو كنت جيت قبل كده كيزمي ب 80 سنة كان ممكن. موني. نو نو مدام. نو مدام كيزمي. بليز بليز جون مدام. نو موني. نو مدام بليز موني مدام. نو عمر شريف. الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عائلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا. عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عائلة. جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف. جتام شوفها مالها. مدام يا جميل فوق، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيش. يا سلام، وعايز اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه، اجرجرها على اوضتها ولا من شاف ولا من ديري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيب لي معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم، والاعمار بيد الله. انت بتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. يلا جميل. استنى شويه. ولا اقول لك خليها من هنا احسن. لا من هنا. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب انا هقول لك على حاجه. طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كان مالي انا بس ومال ده كله؟ استني ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه، وبعدين كلنا سوف نقود هذه الرقده، في اخر الامر جميعا سوف نقود هذه الرقده. يلا جميل، يلا استهاني. يا ربي استنى بقى ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك روح جميل. يا مريض ودمعي. انا بقول تبلغ اللوكاندا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور. هما اخذوا الباسبورات ليه؟ عشان يشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنو مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي؟ اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح. احنا ورانا حاجه؟ ده احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. Thank you.
انا جاي اعتذر. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا ما اقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح وده مش عيب، بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليش ما حضرتك كنت تتكلمي كده يا ولد انك انت من الفقراء اللي زينا؟ يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان؟ والنبي يا استاذ مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه ده، في واحده قديره فوق لسه ما اتدفنتش. انا بتكلم جد، صدقني. شوف يا استاذ هانم، احب اقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا عالم خلصت قوي نفهمه ويا طب. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وايه رايك بقى يا استاذ اللي بتفهمها وهي طايره؟ اني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى ازاي ان كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على الماركت واللوكاندا اللي تلوح، كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عاملة فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجة؟ وهرتينا قلاطي اهو التسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخرة بتاعتك على الماركت يفتكر انك انت امبراطورة. الله لا. يا خساره، الاسماء والتخينة ملوش خزن المره دي، تلاقيته براءه. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. على اي خال، انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهيت القنطه دي زريبه. الخريس سود، انت عملته ساكنه معانا كمان؟ لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام، بس مالكيش دعوة بالراجل السود علي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، ايش حال ما اخواتش خواجه؟ عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سانتا بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، هنا في اللوكاندا في عندنا خمسه راجل زي الخيطه، بيساره واحده ممكن يجي يتفاهم معاك. خمسه خمسه؟ خمسه خمسه زي الخيطه؟ زي الخيطه. السلام عليكم. اشوف وشك بخير. لا معلش، هوصلك المطار. مفيش داعي، انا سافرت قبل كده كتير وعارفه السكه. لا 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 لا، هوصلك المطار، تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما اعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني تسافري؟ أكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانة دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطة من الشغل معاهم؟ إن جيت للحق، لأ. إنما مفيش إنما. لا ما هي عادلة ولا مبسوطة، ليه تروحي لهم؟ أمال هعمل إيه؟ خليكي معايا، إيدك في إيدي نكافح سوا. وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعه لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادمنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي أوله صعب آخره راح. قلت إيه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أنا كنت واثق إنك أنت هتوافقي. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله.
بالذمة أنا مش مجنونة اللي سمعت كلامك؟ طبعا، بس أنا عايز أقولك على حاجة. أنا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي، أنت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها أنا، تقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حتة أرخص؟ لا، نستنى ما نشوف حتة أرخص. برافو عليك، أنا يعجبني الست المدبرة. نظامنا إيه بعد الغدا؟ نشوف حتة رخيصة وظريفة ننام فيها، وبكرة الصبح بدري هنسافر على بلد صغيرة هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني هدور لي على شغل أول ما أوصل. طيب، خليني وراك أما أشوف آخرتها. آخرتها طين طبعًا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا. لا، جنتل. جنتل انا، مش انت الراجل. اتدبس انا بقى عشان جنتل. الله العظيم. لا، عشان انت الراجل. انا الراجل اتدبس انا. ايه رايك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. يوه. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه، بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور التالت. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصلي بعدين، ولا من شاف ولا من داري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد، ابقى لاعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور التالت، ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه، انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامه. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ليه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه، بس واحدة زيي مكانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاة على النبي، سيب بقى من القلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم؟ انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الوردة دلوقتي، حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس، ما بيدفعوش بقشيش. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر.
السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الاوضه نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكال ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، عند نو بكشيش، وير ايجيبشن بوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا نرمج يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لاعرفوا اللي احنا اتنين. ممدوح خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح يا فندم. يلا نامي احسن، انت ليك هلكتي باللف طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ ما انا هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ القمر حاطط حراسة على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي يخليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهدي كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا لازم بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. واه على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى عشان أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك إيه؟ ناوي تعمل إيه بقى بعد ما انكشفنا يا حلم؟ أنا بقى ناوي أنيمك بأرخص طريقة للنوم في أوروبا. عارف انها تقيله شويه بس بكره بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت
الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك جد، ساعه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقولك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز take me to folio romani. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. لا استنى. مسيار. عليك وعلى اهل. شوف. What happened يا اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي. عايز زقه بوش؟ وانتوا كمان هنا عندكم زق؟ وانا فيها حيل عشان ازق. زق كمان. الله 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 يا ابن الحراميه. Come here. Come here. I love. I love. I love you. I love you. بس اخير يا اخويا انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا متضرب الاحمر يالا. انت اقف 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 شوف اقف يالا. شرب يا ابني الكلبون. اديله اديله على دماغ امه. كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي بليز انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيده علشاني؟ تأبيده مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيده واربعه اعدام. بلاش كدب وقولي. أنا مستعد أقول لك كل اللي أنت عايزاه بس بشرط تخلي إيدك كده على طول. ليه؟ لأن الوجع كله بيروح من لمسة إيديكي والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يلا يا ريس بتاع الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قول لي هتعمل إيه دلوقتي؟ عايزين فاخر يرم جتتك. هات. ده فرشنا الصفر. ايوه ايوه انا احفر. ده
ده فول مدمس ورانا ورانا. هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخة واحدة بس بقى اللي هي. أملك إيه في الحياة؟ أمل أغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية، ولاقي بنت الحلال اللي أتجوزها. واخدة بالك من حتة الجواز دي؟ واخدة. ونخلف لنا 12 عيل، وتبقى الحكاية آخر لخبطة. 12؟ حلوتهم كل إجازة وإحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربية، ستة قدام وستة ورا. وأنا وصاحبة الاسم والنصيب في عربية مكشوفة في النص. والموكب ماشي، والعالم واقفة. والموكب ماشي والعالم تزغرط. والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. ستوب هيرا يا عرباجي، ستوب هيرا يا علي، ستوب هيرا يا علي عوض، ستوب يا اخويا. ثانك يو. خير ستوب بارابولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخار ستوب بارابولي. افخار ستوب. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجي قطعنا طبعا. متهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية أيفا؟ افخر السفرة بولي.
مالك بتبص لي كده ليه؟ لا فرحان بيكي. سلام. معقول الامل اللي احنا فيها دي؟ ممنوع. اروح اشوف المد دلوقتي. ايه وقفت ليه؟ تجوزيني كده من غير ما تعرف عني كل حاجه؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفايه ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبيه غنيه تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحه، مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري إلا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب إن الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، أنا من أول يوم شفتك فيها على المركب حسيت إن كل حاجة فيها متلخبطة. كنت بالنسبة لي نجمة في السماء مسموح لي أشوفها من غير ما أوصلها وألمسها. ولما لقيتني جنبك على الأرض بقيت أسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. وديني تاني بترجاك انك تتجوزيني، وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طايه؟ ما انت كمان بتدمعه. حلو الجواز مش كده؟ جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زل عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعت لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الوادي اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يقفش هنا لا تقفش نهاية. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهاردة انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكرة مش النهاردة. بكرة هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقة قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيدة اعيط. بالطريقة دي بقى هتعيطي طول عمرك، لان انا وسعيدك على طول. قوم يا جميل انا اتاخر ورفضونا. حنان، حنان، عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. Thank you.
حبيبي يا ابني، ألف حمد لله على السلام، ألف حمد لله على السلام يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده أنت ليك وحشة كبيرة قوي، البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم، عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. ايوه يا اخويا محتاجين له جنبنا يا ضنايا. اما اروح اعمل لكم الشربات. انا قلبي بيقول لي ان في حاجه كبيره هي اللي رجعتك. حاجه ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. راجل 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 خليك كده ممدوح. ما صدقتش ماما لما قالت انك رجعت. ماما لا دلوقتي ماما، انت ليه انت مصدق امك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل، حتى لما رجعت من اوروبا استنى جوز خالتي. يا اخويا سيبك من اوروبا، بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فقر. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ست سيبيه، ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا، ما تشيليش هم خالتي، انا من بكره هشغله معايا في مطعم لوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في حالك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه؟ اسم الله، ده بالكتير معروف يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يو امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي بنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد، انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى انا خلينا على جنبتي. اتفضلي يا اختي زي اختك تمام. اسمع يا اخويا، اسمع يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى عشان اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي؟ غير قوام طفايات السجاير بسرعه. حافظ اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتحلق في المية كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي هي مين؟ هي يا زغلول. يا اخي اسكت يا اخي، خليهم ما تزغرك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجة، كل ما تشوف واحدة تقول هي هي هي. بقول لك هي يا زغلول. انت ايه؟ التانية فقيرة وعندها شغلانة على قدها. الحكاية فيها سر، أنا راح أكلمها. تعال، وأنا ممدوحة، كل عيش يعني، كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. Thank you.
اللي انت هديته ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر نواتي سامحه بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه يا حاج اوزوريس. ده ظروفه الاجتماعيه قاسيه. ظروف ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتمى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده يتامى غلابه وكلهم نيله زيه. ابدا دي عيال مبروكه دعوتهم مقبوله على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك. الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني لو فاعك دعوه هيبقى حالك من هنا يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص 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 انا هدوس على كرامتي واسامحه بس على شرط ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده ينزل في المنجم. انا هجيبهولك يبوس راسك. يبوس يا عم عفيس. الله مالك في ايه؟ انت بتقوم ليه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده تعمل سكه كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب زينك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها. انا نيابه عنك هتابعها هعرف خطواتها هجيب لك عنوانها هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست. امي ما لقيتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت من شويه وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك متضايقه ليه؟ لا معلش انا عارف الناس اللي انت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك انت عارفه ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه. وطبعا مش معقول احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حلال عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكوا معي احكوا مع حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرملها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشرشيح. فيلم ايه؟ الشرشيح. اي خدمه؟ هو في مهتم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محبوب؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحقيق. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل. انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل 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 اسرع.
اتفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبلي بيه ريقه. ومع الليمون واحد قهوه ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه يا رب. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ حنان مش موجوده، بس انا وحنان واحد. انت والدها؟ بالظبط. برافو برافو. انت انسان ذكي جدا ولماح. انا فعلا والدها. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني. لا 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 لا، انت حنان بنتي وانت صديق حنان، تبقى في معزه ابني بالظبط. فندم العفو. عفو يا عمي. اهلا وسهلا. القهوه بقى يا عمي، القهوه ابو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقه في منتهى كرم الاخلاق. ميرسي. مع ان اللي يشوفك وانت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانه. ظريف ظريف قوي. قول لي بقى، احكي لي انت اتعرفت على حنان ازاي؟ ها؟ هو انا اصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجه خالص، ولو اني انا احب قوي اسمع الحكايه دي منك انت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكايه زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها. حبيتها؟ لا حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقه، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حته اسبوع، اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عمي. عارف يا عمي، هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عمي عظيم، هدف نبيل، جواز ابني نص دين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت، عشت أيام سودة وهي مش معايا، لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الأوتيل. وأنت كنت في الأوتيل؟ لا أنا أصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانة مش قوي، إنما أنا عندي مؤهل جامعي برضه يا عم. عظيم عظيم، ده أنت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم، ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضو عمي ولا ايه؟ من حقك من حقك يا ممدوح، عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها؟ اكيد بتحبها. أنا عارف بنتي حنان جميلة وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، أصل البنات دايما كده بتتكسف قدام أبهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا جاي عشان أرجع لك فلوسك. مبروك، الأستاذ ممدوح خطبك، وأنا شخصياً خدت تليفونه واسمه علشان أبقى أسأل عليه. لا لا اطمن اطمن يا أستاذ ممدوح جداً، إحنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس ولا، إحنا كل اللي يهمنا الأصل والأصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن قوي يا ممدوح، وأنا هبقى أسأل عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامة.
مبروك بالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان يسمح لي أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إن مفيش صوت يعني على صوتي أبدا. اتكلمي وليه إيه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. تليفون يا ممدوح. عشان انا واحدة ست. لا شيخ. الو الاستاذ ممدوح. ايوه انا صديقة حنان. اه هي مش قادرة تكلمك، لكن في حاجة مهمة عايزة تقولك عليها. هي هتهرب الليلة من عزت، وبتقولك استناها بكرة الساعة 5 في الفجر في اسكندرية في العجمي. بس العجمي ده كبير، فاني حتة بالظبط؟ عند الكيلو 35. طيب بس هو هجيب سيرة لحد؟ لا طبعا مش هجيب سيرة لحد. اوكي باي باي. مع السلامة. Blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected PC. Most probably. فيش تباهي يكون عنده ارتجاج في المخ. وحنضطر نخليه تحت المناصة 48 ساعة. لو سمحت لك عشان تعمل. طيب بيهلوس باسمها طول الوقت. بصراحة جوز خالتي هقول لك الحقيقة يا خالتي، ممدوح حب من فوق، من فوق قوي، يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. أنا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ أنا هتصرف. أي خدمة؟ عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى.
طصته عربيه، طصته عربيه وهو جاي معاد حضرتك. معادي انا؟ انا هو من سعادتك بعت لي واحده صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له معاد. انا؟ ايوه، حتى بالاماره الميعاد كان في الفجريه. الله، هم الاغنياء بينسوا زينا ولا ايه؟ وهو عامل ايه دلوقتي؟ لا كويس، لا ممدوح كويس، رجله اليمين حلوه قوي ما شاء الله، رجله الشمال تلات ارباع. ممدوح من غلطي. وطول ما انا في المستشفى حنان 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 حنان. ارجوكي محيله عشان خاطري، ارجوكي. لو تعرف قد ايه خايفة عليك وقد ايه بحبك. أنا سلامتك يا ممدوح. انت كتبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معك اجمل ايام عمري كله. أنا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. أهلين يا حبيبتي. إيه الأخبار؟ طمنيني. كله تمام، أربع مكانات في المصنع شغالين والخمسة بيصلحوها وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عادي، كنت خايف لإسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده أنت وراك رجالة. الله ينعل أبو العيال. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجة، بدليل إن النهاردة رحت النادي وقعدت ساعة بحالها ألعب تنس. والله يا عيل، فيتك راحة تلعبي لي تنس وأنا قاعدة في البيت عمالة بذاكر. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية، دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معانا يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك أنت مرتاح يا بابا، أنا هشوف مين. امال سيد بيه فين؟ انا بنته، اي خدمه؟ كنا عاوزين نقرض الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينه ونقرضه هو كمان. ليه؟ في امر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسه. تحت الحراسه؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ انا راجل طول عمري في حالي، ما حلتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت لخمسين عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة. دي تعليمات من فوق يا سيد بيه. عندي لجنة. اقرضوا البيت. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي، سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟
اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. ازاي صحت بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمه كانت شديده عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت بذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه اللي كلمني في النادي؟ ايوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مره واحده في النادي. روحي يا بنت ترجيه، استسمحيه، يمكن يلي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كره قدم. شويت من الدرجه الاولى، عمر ما في شوطه خيبت منه ابدا. طيب اروح له. اهلا اهلا. انا جايه لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. انت رياضيه وعارفه ان الدنيا دي ماتش كره، فيها المكسب وفيها الخساره. انا بقى الحكم اللي ماسك الصفاره، اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي بقى تهزئي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدره ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني، وافتكرتك اي حد بيعكسني. اديك عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريح حلو. لا لا، في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا سلامته، سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج وعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدوله. كتر خيرك. بس ارضي انت عني، وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك، اما راجل يلاقي ست حلوه كده وجميله ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطه وزمبليطه. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمه. يا ساتر، ما كنتش اعرف. على اذنك. لحظه من فضلك، ما تنسيش ان الكوره لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات انا بحب اسمعهم قوي. انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه يا حلوه. رضونا يا بنتي. اسمحي، في ايه تاني؟ مفاتيح العربيه.
دي عربيتي محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن اديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه، هي مش هتكون اهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود أفندم يبقى راجع راضي الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي أنا طالع مهمة سرية كده لمدة أسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده أجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره، أولاً عشان أطلب منه يبعد عني، ثانياً لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا ومتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه، تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه لأنه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لأن أنا الأيام دي كده ما عنديش مزاج ألعب ماتشات حبي. لأ في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين ورانا شغل.
مبروك يا خالتي. خلاص ممدوح هيخف. هي دي زغلول اللي هو بيحبها؟ لا دي واحدة شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي رايحة فين خالتي؟ رايحة ترجعها وابوس ايديها واقولها ما تبعدش عنه. يا ساتر زي اختك تمام زي بابا فولة واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل. مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي بس اقعدي اهدي اهدي بس اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيب. ايه اللي هناك ده؟ خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دي استنى يا خالتي استنى. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا اصل المريض اللي جوه ده بتاعي. نعم بتاع انا امه. انا اخ الاخ واخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله تعالى انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ ما انا كويس يا ماما. يا 300 مرحبا. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هانم اتفضلي. اهلا وسهلا حنان. ازيك يا ماما؟ انا كويس. والدي اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول؟ انا ما هربتش هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا 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 وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش استاذن انا بقى. ما بدري اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ادي احنا فيها. ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره مش عارفه. هو اللي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي كلها كامس اللي مول العربية تحت. عربية ايه؟ ده عالم لابد تحت. على الله بس اللي افرد كاوتش. مع السلامة يا بنتي. مع الف سلامة. شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا واتفتك طالع لابوك. خالتي اهلا يا زغلول. من غير اهلا. مش هي دي؟ اه هي. الله هي كانت هنا؟ ايوه هتتغدى عندنا بكره. الله يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله استنى يا جوز خالتي ضمننا الظفر. ايه ده؟ انت مسافره؟ لا رايحه بيت بابا. اه ان شاء الله زياره ولا طوالي؟ أرجوك يا عزت اسمعني مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي ومع هذا اتفضلي اتفضلي كلمي. عزت أنا اديتك كل حاجة في حياتي ما بقاش فاضل حاجة تانية اديها لك. اعتقني الوجه ليه؟ خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري عشان الواد اللي هنفوت إياه. انت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك
لكن كل حاجة في حياته. يا خسارة يا خسارة، كده تسيب عزة اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالة انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. انا حسيبك تفكري، وانا واثق انك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي انا احب اسمعهم. انا تحت امرك. عمري ما هقولهم تاني، حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعه خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطينا تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت بالجوع. مش حراسه، لا، انا حل على الماتش ده بطريقه جديده خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تغديني احسن، معاد الشغل غرب وهتسوح. انا يا اخي استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا خالتي، ده عصافير بطني. اكيد هي. يبقى ضمننا الاكل، ضمننا الاكل. وانا ممدوح عايز اقول لك حاجه، خليك هامش اول ما تدخل القلمين وشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. ايوه انا هنا اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه، وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصنع. انا خايفه عليك مني. عزه هاوش مره وانتصر، انا متاكد مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز، بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، ده النهار اسود والنايل. هترجع شغلك امتى؟ لا طمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هما اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ السنه ليها شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها طبعا، وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيه. لا المره دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ايه يا ممدوح؟ ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه ويحققوا معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقده 22 سنه، عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيه، الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا ان ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمه التحقيق. خده. مظلوم والله. بريء يا ابني، بريء. انا متاكد ان هو غريب، اكيد في حاجه غلط، بكره في بالي ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك.
مش قلتلك اني انا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفضوك من شغلك ولفقوا قضية لوالدك ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضية والدي غلطة في حسابات المخزن، بكرة تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قولي نومك ثواب كتكنيل انت وهو، وانت زي البغل بغل انت وهو. حقوني العالم السراح الجاكيتة العصاية. بنتنفس دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه حضره الضابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه عملت ايه يا بيه. انت اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب؟ انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي، وكمان بتكدبي؟ منك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتريها اتريها يا سعاده البيه كانت بتدعني اللي في الشقه. والله ابدا، انا عمري ما شفتها في حياتي. دي بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. انا مش ممكن، انا ما اعرفهاش ما اعرفهاش. طب انت للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى سالوا زمايلي.
تعرف البت دي؟ ايه اللي اعرفها؟ ما هي دي اللي جابت لي البلوى لحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيه من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه؟ هي دي بقى الهديه. اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببرائتها لان القضيه مش في ايدي، انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها. طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده؟ حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظنون، والدك في السجن وهو مظلوم، واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش، وهو ده جبروته اللي مالوش حدود. ارحمي نفسك طاير. ارحمني انت وسيبني في حالي، وكفايه اللي جرالك وجراي. اللي جرالي مش مهم لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب؟ مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا؟ الحب عمره ما يموت، المهم الصبر والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك، كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. ان شاء الله جاي تتكلم في الشبكه والمهر ولا في ميعاد الجواز؟ لا لا، انا في الحقيقه لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي مراسيل واحد ورا الثاني، قلت اجنب نفسي، خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم. عظيم ما كفايه كده؟ ها بس يا ابن فحن. يا ابني انا طول عمري في حالي ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اداسوا بالرجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي. ومن غير محاسيب. شوف بقى، أنا صايع قوي ما وريش أي حاجة. فبدل ما نط لك كل شوية وأعمل لك قلق، تلايمها والنبي. ها؟ فوتك بعافية. يا عمي. الشاب ده اعصابه تعبانه جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. تفضلوا اقعدوا. خير؟
سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يعني؟ يا ترى انت فين ما تخافيش ممدوح بخير هيرجع لك. اهلا ست الحلمين. اتفضلي اتفضلي اقعدي. فين ممدوح؟ امر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكلة ممدوح وابو ممدوح واختك والمصنع دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة. بس اسمع منك الثلاث كلمات اللي انا بحبهم. اصلي بحبهم قوي قوي. اشوف ممدوح الاول. عظيم. واطمن انه عايش. عظيم. وانه هيرجع لاهله. عظيم. عرفت من مين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين. هو كل رحت له. مش لازم نضعف مش لازم نضعف ابدا. هيخرجوك دلوقتي من دوحة. بقولك لو كان تمر خروجي هو عذابك انا مش عايز اخرج. اسمعهم بقى. اصل انا بحب اسمعهم قوي قوي. انا تحت امرك. شطره شطره وعاقله وكده احبك اكتر. هتفضلي قاعده مكلضمه كده طول السكه. مش المهم اكون معاك وبس؟ من غير ما تبوزي. انت عارفه ان انا راجل بحب الضحك والفرفشه. انا مرتب لك مفاجاه هتسعدك قوي. سفريه لليونان على نفس المركب اللي سافرتي عليها قبل كده. بس المره دي المره دي هتسافري معايا انا. انا ما عنديش استعداد للسفر. مش مهم. المهم ان انا خططت ولما عزت يخطط مفيش قوه في الدنيا تقف قدامه. فاهمه؟